فاطمه السيد احمد الوراري المثاليه تل الكبير محافظه اسماعيليه، وعزبه الزهراء الام المثاليه على محافظه اسماعيليه. كلمينا عن شعوري النهارده. انا شعوري النهارده ان انا حسيت ان ربنا كفاني، علشان رحله كفاحي كانت صعبه جدا جدا من الطفوله لعند ما وصلت للسن اللي هو 62 سنه. اولادي انا ما عنديش غير بنتين، ربنا يخليهم يا رب ويديهم العافيه والصحه ويبارك في الانجيل، دعاء محمد عبد السلام الكبيره والصغيره الزهراء محمد عبد السلام، دعاء معاها معهد حاسب آلي، والزهراء معاها ليسانس دراسات اسلاميه قسم اصول دين. يعني قصه الكفاح كانت صعبه جدا، يعني عايزه مده طويله عشان احكيها. فان شاء الله انا كنت بشتغل بساعد الوالد، كنت دراعه اليمين او كنت دايما في ظهره من وانا لسه في ابتدائي، يعني انا ما حسيتش بطفولتي ابدا، انا كنت بساعده في المباني لانه كان شغال غفير نظامي، وكانت الاسره مكونه من 12 فرد، فكان صعب ان هو فدايما كنت معاه، فتعلمت المباني منه المحاره، بقيت اشتغل عند الناس مقاوله وبجيب ناس معايا من الطلبه اللي كانوا اصحابي. فتره الاعداديه اشتغلت برضو، بقيت اخد شغل لحسابي عشان اصرف على الاسره واصرف على نفسي في الدراسه. الثانويه العامه نفس القصه، جيت رسبت في الثانويه في اول سنه لان كان اول اخواني كانوا ماتوا في اول سنه، وبعديها ما لم يحالفني الحظ في تاني سنه برضو ايضا لظروف صحيه، فخرجت من المدرسه واتجوزت وقعدت وخلاص وسبت الدراسه. بعديها انا كنت يعني اشتقت للدراسه تاني، وحسيت ان انا يعني ناقصني حاجه كبيره، بدات اذاكر تاني الى جانب العمل. كنت بعمل برضو في مهنه التصوير الفوتوغرافي، ودي كانت اول مهنه ليا، مع المباني نفس القصه، بتشتغل في تصوير بالليل والمباني بالنهار وذاكر وماشيه منتظمه الحمد لله. التحقت بالمعهد الفني التجاري، ربنا كرمني وخلصت، فكنت لم اقتنع بان انا اكون معايا معهد فني تجاري. بعديها بفتره ذاكرت تاني، التحقت ثانويه عامه تاني، والتحقت بكليه الحقوق ليسانس حقوق، خدته في 4 سنوات، وانا برضو نفس الايه الخدمات انا ماشيه بيها. كان عندي ارض وضع يدي عليها من فتره من زمان حوالي 45 سنه، تبرعت ب4 فدادين، كانوا 5، سبت فدان ليا وتبرعت ب4 للمنفعه العامه. خدمت بلدي خدمه جامده جدا جدا في توصيل الميه، توصيل الكهرباء. بدات ان انا اشتغل في محو الاميه، محيت اميه 300 دارس ودارسه، وربنا برضو كفاني العميد مجد المحمدي ومحافظ اسماعيليه، كفاني بجائزه حلوه جدا، اخذت لقب العمده من محافظ اسماعيليه، لان انا كنت قاضي عرفي في مجالي التل الكبير اللي عند محافظة إسماعيلية، كنت بحل مشاكل للقرية والقرى المجاورة ليها. الحمد لله اشتغلت على العربية نص نقل، كنت بوزع بيها منتجات الألبان في محافظات مصر. ركبت جرار حارت، لأن كل الشغل ده كان موسمي، كنت لما شغلانة تقف أبدأ في شغلانة تانية، ما كنتش بقعد لأن الظروف أنا بصرف أكتر ما بجيب، فكان الحمد لله رزق تحت رجليا، بجيب فلوس حلوة قوي من دماغي. كنت يعني الحمد لله ربنا وفقني في ان انا اشتغلت زي ما قلت لحضرتك في المباني، في المحاره، في التصوير الفوتوغرافي، كانت مهنه ليا برضو، في هز الزلط من الجبال بقيت اهز واحمل الجرار واحمل العربيه الكبيره، بقيت احقق ربح كويس. بقيت اشتغلت في تصنيع طوب الاسمنتي وابيعه، الألف يكلفني 250 ابيعه ب 500 جنيه، واجيب الطلبه معايا من الجامعه يشتغلوا معايا والبنات يشتغلوا معايا. وقلت للناس ان مفيش عيب لا شغله راجل ولا ست، دي شغله الحمد لله. فبدات ان انا الله يبارك فيك يا حبيبتي، ربنا يخليكي.